ارحمني يا رب ارحمني. ده بدل ما تقولي الحمد لله على سلامة اخوك. ما قلت 100,000 مرة الحمد لله على سلامته، واستنيته وما فتحتش بقي لحد ما رجع بيته. بس خلاص دلوقتي بقى لازم اعرف وديته الذهب فين. شايلينه يا بدرية، شايلينه في المكان اللي بنشيل فيه الذهب، ومش هقول لك فين، لان متوضي وحالف على المصحف الشريف اللي محد يعرف مكان الذهب ده غير انا واخواتي. طب وحقي فين في الذهب يا فتحي؟ هو مش الذهب ده اللي هربناه انا ومرات اخوك واحنا نايمين على ودانا وانتوا واكليننا على قفانا؟ قصر حقك يا بدريه، مالكيش حق. عايز ايه تاني؟ ما كفايه النسبه اللي انت واخداها في الارض. عايز ايه تاني؟ ويكون في علمك الذهب ده بتاعنا واخواتي وبس. ماشي يا فتحي على راحتك، بس خليك فاكر ان انت اللي ابتديت والبادي اظلم. ربنا عالم مشاهد ان عمري ما ظلمتك يا حاجه بدريه. يعني انت حتى مش هتقولي هتفضلوا شايلين الذهب ده لحد امتى؟ ما اعرفش، احنا اتفقنا نشيله بس لحد امتى بقى ما اعرفش. عايز حاجه تانية يا بدريه؟ اهو انت كده يا سميحه ما تصدقيش الا لما تشوفي بعينيكي. وبصراحه يا بدريه انا مش مصدقه اللي شفته، كل دي محلات ذهب بتاعتهم، دول زي ما يقولوا يا اختي لموا الذهب اللي في الدنيا كله وحطوه عندهم. ولما يبقوا حاطين كل الذهب ده في البترين يبقى بعقلك كده مخبيين ايه؟ بيني وبينك يا بدريه انا ولا عودته ولا اتعودت ادور وراه. ما هو ده من عبطك. وهستفيد ايه لما ادور وراه؟ تأمني مستقبلك يا اختي، وديكي لما دورتي وراه لقيتيه كل يوم مع واحده شكل. بس بقى ما تفكرينيش. خلاص انا غلطانه اني بنصحك. ما هو بالعقل كده يا بدريه، اذا كنت انا مش عارفه هو عمل الحاجات دي امتى وازاي هعرف ازاي اللي مخبيه؟ يا شيخ عيب عليكي، الناس كلها بتتكلم عن جوزك وعن فلوسه وانت ازاي مش عارفه حاجه ابدا كده؟ طب بذمتك انت بتعملي كده مع فتحي؟ يا اختي انا فتحي جوزي ده ما يقدرش يخطي خطوه واحده من غير ما انا ابقى عارفه اولها من اخرها. خلينا في المهم، انا عايزانا نتنصح زيهم كده، زي ما هم شركة احنا كمان نبقى شركة، وزي ما هم بيكسبوا في النور احنا نكسب في الضلمة. برضو مش فاهماكي يا بدريه. بصي من هنا ورايح انا اي حاجه اعرفها حاجه اقولها لك، بشرط ان انت كمان اي حاجه تعرفيها تيجي على طول تقوليها لي. يا مصيبتي انت عايزاني اتجسس على جوزي يا بدريه؟ بسم الله الرحمن الله. الله 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 يا حبيب يا حبيب. ازيك يا لوز يا ابن اللوز؟ ازيك انت يا فضل يا ابن الفول؟ عاملة ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ الله اكبر الله اكبر. امال عليا فين؟ عليا نامت طبعا. هي هتفضل مستنياك لحد دلوقتي ولا ايه؟ والله هي عملت خير انها نامت، بس يعني انا بتضايق من نومها بدري ده الساعة 8 ده. ما يا حبيبي لسه نوم، يعني لازم تنام وتشبع وتاخد كفايتها في النوم عشان صحتها. لا يا ماما احنا كنا نونو ما حصلش حاجه، كنا بننام متاخر، ايه المشكله يعني؟ يا روحي انت من زمن وهي من زمن تاني خالص. وبعدين والله عليا وحشاك قوي، تعال لها بدري. وانا لو هاجي بدري اجل عليا. لا عليا انا عايز اقعد معاها الصبح، وبعدين مساله الرجوع بدري دي بقت صعبه قوي، شغلي بقى كتير، انا والله ما باكل. يا روحي طب تحب تاكل دلوقتي؟ ريت. بس بلاش تدبها جامد عشان تعرف تنام. طب بس ثواني بس طب بس هاكل ايه؟ الله فين البشام بتاعك؟ يعني ايه؟ الأرض اتشقت وبلعته؟ فين البشام بتاعك؟ فين البشام بتاعك يا بدرية؟ ما قلت لك ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني ايه؟ أنا عايزه في الدور كده قبل ما أكل الصبح. راح فين؟ راح فين؟ يا راجل بطلوا يا راجل، انت ما بقتش تعرف تصل طولك من غيره. وانت مالي عليك اصل طولي ولا ما بصلش طولي؟ بتخافي عليا قوي؟ انت اللي خدت البرشامه يا بدريه، انت مخبياه، انت مخبياه البرشامه يا بدريه. فكي صوتك، العيال هيصحوا يعرفوا ان ابوهم بقى مدمن. مدمن مدمن، انا اتضايقت الفجر، هات البرشام. خد القطعه بتاعتك، اما تشوف اخرتها مع الزفت ده ايه؟ جرالك يا بدريه؟ هتحط احمر واخضر قبل ما تنامي كمان؟ لا مش احمر واخضر يا ابو العريف. امال ايه؟ حق مرهم؟ لا يا حبيبي ده كريم، كريم بيطري الوش، جايبه لي مدام تهاني من امريكا. مدام تهاني مرات جناب المحافظ؟ امال ايه؟ واشمعنى من امريكا يعني؟ ما في منه في الجيزه. لا طبعا مش ده، ده ما فيش منه الا في بلاد بره، ده بتاع الناس العلاوي قوي، بيحطوه على وشهم عشان وشهم ما يكرمش ولا يبان عليهم العجز. وانت وشك في ايه؟ ده انت زي القمر،
ده انت ولا تكوني بنت بنوت. وماله؟ ما فيهاش حاجه لما اهتم ببشرتي وجمالي وصحتي. الدور والباقي عليك انت اللي هتدمر صحتك بالبرشام اللي بتتعطاه ده. لا والنبي يا بدريه، وحياه ابوكي ما تعكنينيني، وقفلي على موضوع البرشام ده خالص. والله انا حاسه ان ما في حاجه هتضيعك ولا تضيع فلوسك الا الهباب ده. انا بالصلاه على النبي لو اشتريت مصنعين برشام وشربتهم ولا ياثروا في فلوسي. وبعدين بيني وبينك انا باخد البرشام ده عشان اركز واصحصح واشوف المصلحه رايحه فين. براحتك يا اخويا، خليك كده راكب دماغك لحد ما تلبس بيها في حيطه. يا ساتر يا رب، ده انت بتحب الغم قد عينيكي. يا الله يا الله. بدرية سبقت واحدة يا اختي، واحدة شايلة عايزة. اتهربي يلا يا حبيبتي، مش عاوزين مشاكل. فضالي روح قول لهم يجيبوا العربية. هو السواق بتاعك برا؟ سواق يا هبل، هجيب سواق معايا هنا عشان يروح يقول لفتحي واخواتي. انا بروح فين؟ نسيت. طب انت جايب اي عربية؟ الجديدة طبعا. لازم تزوغي من مدام سهام، لو حاسس بيكي مش هتسيبك. ما تخافش عليا، انا هدفع الحساب قبل ما امشي. ست بدرية، انا بحسبك نايمة فوق. وانت كنت عندنا؟ ايوه. ومين فوق تاني؟ مفيش غير فتحي وكله مشي. طب يبقى سلم على مديح، تصبح على خير يا اخويا. وانت من اهله؟ قصدك قايم منك ليه؟ هتكون راحت فين يعني؟ اكيد راحت عند امها. وبعدين ما حدش اتدخل في شؤون بيتي. انا عمري ما سالتكم حريمكم بتروحوا فين وبتيجي منين. يا حاج، حريمنا بيرجعوا بيتهم الساعه 8 ده اذا خرجوا اصلا. جريه يا احمد جريه، وهنعمه ما بتاخرش بالليل، وجميله اللي كانت سهرانه في الحفله بتاعه البان. جريه لك ايه؟ ايوه بس ما بيرجعوش الساعه 3 نص الليل يا حاج. وانت مال اهلك؟ بقول لك كانت عند امها. يعني كانت عند امها؟ ما هو ما حدش قال حاجه يا حاج، بس احنا الحته كلها عارفانا، مش عايزين يبقى شكلنا يبقى وحش. يعني ايه شكلنا يبقى وحش؟ وفي ايه؟ في ايه؟ يا حاج بالراحة، صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مفيش أي مشكلة لو رجع مع حضرتك أو رجع مع ابنها أو حتى يا أخي رجع مع السواق، إنما المشكلة في إنها بترجع لوحدها. يا دي رجع لوحدها، بقول لك كانت عند أمها. يا حاج فتحي، يا جماعة من فضلكم استهدوا بالله، ما تشدوش مع بعض كده. لا لا لا، إحنا ما بنشدش يا حبش، ما بنشدش مع بعض، إحنا بس بنصحصح بعض، بنوعي بعض، المؤمن مرآته لأخيه. بالظبط كده. يعني يا حاج ما انتش هتلاقي ابدا حد يحبك ولا يخاف عليك وعلى اهل بيتك زينا. اكتب انت يا ابو دراع ونص، صحيح كل ساعات جبار. يوباه، قلت لك كنت عند امي واختي، مش مصدق روحي اسالهم. وانا لسه هسال، ما انا عارف اللي كنت عند امك واختك، بس لحد الساعه كام؟ اسمعي، من هنا ورايح موعدك في الصيف لغايه الساعه 11، في الشتاء 10 مساء، انت فاهمه؟ حاضر يا فتحي حاضر. ما تجيب لي يا اخويا سلكم دي في حضور وانصراف. يا فتحي احنا مش صغيرين عشان اخواتك يتحكموا فينا، ويجي واحد زي حبشي ويقول لك تمشي بيتك ومراتك ازاي. مش هم الغلطانين، انا الغلطان، انا اللي سبت لك السايب في السايب لغايه ما ركبت فوق كتافي وتلتلتي. بس لا لا، من هنا ورايح على كلمتي اللي هتمشي، ما بقاش راجل من ضهر راجل، إن ما مشيت كلامي في بيتي عليك وعلى البيت. راجل يا اخويا،
راجل وسيد الرجاله كمان. حاضر يا فتحي، لو مش عايز انزل البيت مش هنزل، هفضل قاعده وما اشوفش مصالحي. بس مش البيت ده. يعني ايه مش البيت ده؟ وما نعري بيت. اي بيت؟ نعزل يا فتحي، نعزل عشان اخواتك ما يخربوش علينا، والا قسما بالله لا همشي ومش هتعرف لي طريق جره. يعني ايه تطفشي وتسيبيني؟ عايزه تفضحيني؟ ده انا اقتلك عليا الطلاق بتاعت. اقتلك يا بدريه. اقتلني يا فتحي، اقتلني عشان اموت وتروح انت في داهيه والعينين يتتموا واخواتك يرتاحوا. اتجوزني عشان اخواتك يعيشوا مبسوطين. ما انا كده، انت عمرك ما حبيتني، دايما بباقي اخواتك عليا انا وعيالك. انا يا بدريه، انا ما بحبكيش، ده انا بحبك قوي، ده انا بحب العيال قوي. انت مش فاهماني. لو بتحبنا يا فتحي يبقى لازم نمشي من هنا. وبعدين ايه يا اخويا الشقه دي؟ ده انت فتحي الريان، الحاج فتحي الريان. عارف يعني ايه فتحي الريان؟ يعني مش تبقى عايش في شقه، لا تبقى عايش في فيلا، تبقى عايش في قصر اجدعها واحد فيك يا مصر ما قعدش فيه.